السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد وصفة جديدة. نتمنى القاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم كيكات النسكافيه بصوص القهوه، كيكه اللي كتجي رائعه ولذيذه بزاف، كتستحق التجربه. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتطبقوها ان شاء الله. بقاو معايا وتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا على كيفيه التحضير والمكونات الوصفه، وفرجه ممتعه. المكونات اللي عندي هنا 3 ديال البيضات، زوج ساشيات ديال السكر فانيلا، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، نصف كاس ديال الزيت، كاس الا ربع ديال الحليب، كاس ونص ديال الدقيق، واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلوه. الوزن ديالو ديال 16 غرام، ملعقه كبيره ديال القهوه وملعقه كبيره ديال النسكافيه. طريقه التحضير، غادي ندير البيض، السكر، وغادي نزيد سكر فانيلا، وغادي نطرب بالطراب الكهربائي. كما تشوفوا من بعد ما خلط مزيان السكر والبيض ولا لي بحال هذا الشكل، دابا غادي نزيد ملعقه ديال القهوه، وغادي نزيد ملعقه ديال النسكافيه، وغادي نطرب. من بعد ما خلطت مزيان نسكافيه والقهوه، دابا غادي نزيد كاس الا ربع ديال الحليب، وغادي نطرب عاوتاني. دابا غادي نزيد الزيت، نصف كاس ديال الزيت، وغادي نطرب عاوتاني. ما طربت جميع المكونات، دابا غادي نزيد دقيق كاس ونصف من الدقيق عبار كاس عنبه، وغادي نزيد عليهم خميره ديال الحلوه، الساشي ديال 16 غرام او تقدروا تزيدوا جوج ديال الساشيات، وغادي نطربهم مزيان حتى يتخلط الدقيق مع الخليط. هانتوما كما تشوفوا هو القوام ديال الكيك من بعد ما خلطته مزيان. دابا غادي نجيب القالب اللي غادي ندخلو للفران، ها هو. انا عندي هنا هذا القالب، دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق، دابا غادي نصب فيه الخ...
هما كما تشوفوا من بعد ما صبيت الخليط ديال الكيك في القلب، دابا غادي ندخلها للفران، غادي نشعل ليها الاول من التحت حتى نشوف الجوانب ديالها بداو كيتحمروا، عاد نشعل من الفوق باش تحمر. الاثناء اللي غادي تكون فيها الكيكه في الفران كطيب، غادي نوجدوا الصلصه اللي غادي ترافقها. الكينات اللي عندي ديال الصلصه، عندي هنا 5 ديال الجبن المثلثات، ربع كاس ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال الكريم شانتي، ملعقه كبيره ديال السكر، ملعقه كبيره ديال القهوه، وملعقه كبيره ديال النسكافيه، واحد الساشي ديال الفاني. طريقه التحضير، غادي ناخذ قهوه والنسكافيه، غادي نزيد عليهم شويه ديال الحليب، غادي نخلطهم هكا مزيان. بحال هكا وغادي نخليهم على جنب. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه. انا عندي هنا واحد الاناء اللي غادي نزيد فيه داك الجبن المثلثات، وغادي نزيد عليه داك الحليب اللي بقى، وغادي نطربو مزيان حتى نتحصلوا على كريمه ناعمه. هانتوما كما تشوفوا من بعد ما خلطت مزيان داك الجبن والحليب ولا لي بحال الكريمه هكا. دابا غادي نزيد عليهم داك الكريم شانتي، جوج معالق كبار، وملعقه كبيره ديال السكر والسكر فانيلا، وغادي نطربهم عاوتاني. من بعد ما خلطت جميع المكونات، دابا غادي نزيد داك الخليط ديال القهوه والنسكافيه والحليب، وغادي نخلطهم بحال هكا. انا استعملت هنا غير الخلاط اليدوي، هانتوما كيما تشوفوا دابا الصلصه راها موجوده. غادي نخليها على جنب، غادي ندخلها للثلاجه حتى تخرج الكيكه من الفران، وغادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكه. ديال الكيكه من بعد ما خرجتها من الفران، دابا غادي نجيب واحد الطبسي وغادي نقلبها فيه. هانتوما كيما تشوفوا من بعد ما حيدتها من المول، دابا غادي نجيبوا الصلصه اللي حضرنا. هانتوما كيما تشوفوا هي الصلصه اللي حضرت معكم، دابا غادي نديروها هكا الفوق على الكيكه بحال هكا، بحال هاد الشكل. كيما تشوفوا، نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم والفيديو عجبكم. كما العاده ما تنساونيش دعموني باللايك الفيديو وبالتعليقات ديالكم، وتشاركوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم. ونتمنى اذا كنت اول مره كتزور القناه ديالي ومازال ما اشتركتش فيها، نتمنى منك تضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي غادي ننزل. وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده.